أهلا وسهلا فيكم معنا مرة ثانية بقناة My Own Teacher. اليوم رح يكون معنا الجزء الثاني من درس Health and Hygiene لمادة الساينس للصف الخامس. قبل ما نبدأ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بالجزء الأول من الدرس تكلمنا عن الفود كومبوننتس اللي هي مكونات الغذاء، وتعرفنا على أنه في مجموعة من المكونات اللي هي الكربوهيدرات (carbohydrates)، fats الدهون، وبروتينز البروتينات، وفيتامينز اللي هي الفيتامينات طبعا، ومينرالز اللي هي المواد المعدنية، وروفيج اند ووتر اللي هي الألياف والماء. اليوم رح نتكلم عن البالانسد دايت. A balanced diet is a diet that contains right amount of different nutrients. يعني النظام الغذائي المتوازن هو نظام غذائي يحتوي على كمية مناسبة من العناصر الغذائية المختلفة. Roughage and water needed for the healthy functioning of our body. الألياف والمي هي ضرورية للحفاظ على التوازن أو لعمل جسمنا بشكل صحي. For convenience and healthy eating, the foods of balanced diet are divided into four groups. يعني من أجل الراحة والأكل الصحي تنقسم الأطعمة اللي بتعتمد على نظام الغذاء المتوازن إلى أربع مجموعات. These are أول واحدة cereal groups اللي هي مجموعة الحبوب. This group contains food like rice, chapati and bread which are rich in carbohydrates and minerals. تحتوي هاي المجموعة على أغذية مثل الأرز والشباتي والخبز الغني بالكربوهيدرات والمعادن. رقم 2 vegetable and fruit group اللي هي مجموعة الخضار والفواكه. It contains fruits and vegetables which are rich in minerals, vitamins, roughage اللي هو الفايبر and carbohydrates. اللي هي مجموعة الخضار والفواكه بتحتوي على الفاكهة والخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات والنخالة أو اللي بنسميها الألياف والكربوهيدرات. 3. Milk group. المجموعة الثالثة هي مجموعة الحليب. It contains milk, cheese and curd which are rich in proteins, fats and minerals. مجموعة الحليب بتحتوي على الحليب والجبن واللبن الرايب وهي غنية بالبروتينات والدهون والمعادن. Number 4 protein group واللي هي مجموعة البروتينات. It contains foods like meat, fish, eggs, beans, nuts and peas which are rich in proteins and fat. إذا مجموعة البروتين تحتوي على أطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا والمكسرات والبازيلا الغنية بالبروتينات والدهون. We should eat lots of fruits and vegetables and lesser amount of fatty foods. يجب علينا أن نأكل الكثير من الفواكه والخضروات وكمية أقل من الأطعمة الدهنية. Always remember to eat food from all food groups every day. وطبعا لازم نتذكر دائما أنه نتناول الطعام من جميع المجموعات بشكل يومي. الفقرة الثانية معنا Preserving Nutrients of Food. الحفاظ على القيمة الغذائية للطعام. Only eating right amount of all foods is not enough for our health. تناول الكمية المناسبة فقط من جميع الأطعمة ما بيكفي لصحتنا. Food should be properly washed, cooked and stored so that its nutritional value is not lost. يعني يجب غسل الطعام وطهيه وتخزينه بشكل صحيح عشان ما يفقد قيمته الغذائية. Fruits and vegetables eaten raw should be washed properly to make them free from dust and chemicals. يعني يجب غسل الفواكه والخضروات اللي بتؤكل نية بشكل صحيح لنجعلها خالية من الغبار والمواد الكيميائية. Food should be cooked with care so that its nutrients are not lost. يجب طهي الطعام بعناية عشان ما تضيع عناصره الغذائية. Overcooking destroys the nutrients of food. طهي المفرط بيدمر العناصر الغذائية للطعام. Raw and cooked food should be stored properly, otherwise they get spoiled due to germs. يجب تخزين الأطعمة النية والمطبوخة بشكل صحيح وإلا فإنها بتفسد بسبب الجراثيم.
Food can be stored in refrigerators for a few days and in deep freezer for several weeks. يمكن تخزين الطعام في الثلاجة لبضعة أيام وفي الفريزر ممكن حفظه لعدة أسابيع. Other methods of preservation of food are dehydration, canning, salting, sweetening, pickling, and adding preservative. طرق أخرى لحفظ الطعام هي التجفيف والتعليب والتمليح والتحلية والتخليل وإضافة المواد الحافظة. هلأ عندنا فقرة جديدة. Diseases, الأمراض. When we are sick, we don't feel good and are unable to work properly. لما بنمرض ما بنشعر بالسعادة أو الراحة ولا نستطيع العمل بشكل صحيح. A disease is a condition in which our body or a part of it does not function properly. المرض هو حالة لا يعمل فيها جسمنا أو جزء منه بشكل صحيح. Malnutrition is the poor condition of health caused by insufficient intake of vitamins, minerals, and proteins. Malnutrition اللي هو سوء التغذية هو الحالة الصحية السيئة الناجمة عن عدم كفاية تناول الفيتامينات والمعادن والبروتينات. Diseases are caused due to many reasons. تحدث الأمراض لأسباب عديدة. It may be due to lack of one or more nutrients in our diet. ممكن تكون بسبب نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية في النظام الغذائي. Generally, diseases are of two types. بشكل عام الأمراض تنقسم إلى نوعين. Non-communicable and communicable. أمراض غير معدية ومعدية. أول نوع non-communicable diseases. الأمراض غير المعدية. Diseases that do not spread from one person to another are called non-communicable or non-contagious diseases. الأمراض اللي ما بتنتقل من شخص لآخر تسمى الأمراض الغير معدية non-communicable أو non-contagious. Some non-communicable diseases are caused due to the deficiency of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins or minerals in our diet. تحدث بعض الأمراض غير المعدية بسبب نقص العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات أو المعادن في نظامنا الغذائي. These are called deficiency diseases. وهذه بتسمى أمراض النقص. Some of the deficiency diseases are listed in the table given below. بعض أمراض النقص رح نتناولها هلأ في الجدول اللي رح نشوف. هلأ رح نشوف معنا بالجدول أول حالة من حالات أمراض النقص. عندنا المرض ماراسموس اللي هو الهزال أو النقص الشديد في ضعف في حالة الجسم caused by the deficiency of بيكون سببها نقص في proteins, carbohydrates and fats بكل شيء. Symptoms الأعراض the child becomes so thin that loose folds of skin can be seen all over the body. The ribs of the child are also visible. يعني بيصير الطفل رقيق جدا بحيث يمكن رؤية ثنايا الجلد الرخوة في جميع أنحاء الجسم وضلوع الطفل بتكون مرئية مثل ما شايفين بالصورة. Foods rich in nutrients يعني شو الأغذية اللي لازم ياخدها المريض عشان يتحسن. Rice, wheat, potatoes, maize, honey. طبعا هاي الأغذية اللي غنية بالبروتين والكربوهيدرات والفات. المرض الثاني عندنا كواشيور كور اللي هو مرض نقص البروتين واللي هو caused طبعا by deficiency of protein بسبب نقص البروتين. The abdomen of child gets swollen and bulges out. The legs become thin. أعراضه بتكون إنه بطن الطفل بينتفخ بشكل كبير وبارز والأرجل بتصبح ضعيفة جدا. الأغذية اللي غنية بالبروتين طبعا eggs, fish, meat, cereal وpulses. كل اللي هي الأغذية اللي تكلمنا عنها لما شرحنا البروتينز. ثالث مرض معنا هون بالجدول أنيميا very low number of red blood cells in blood. يعني الأنيميا هو مرض عبارة عن نقص كريات الدم الحمراء في الدم. سبب المرض هذا هو نقص iron الحديد. نقص الحديد بيسبب الأنيميا. أعراضه extreme fatigue, weakness, pale skin. يعني هزال وتعب عام وشحوب في البشرة. الأشياء اللي بتعوض الحديد eggs,
pulses, green leafy vegetables like spinach, dates, ججري، أبلز، بنانا، ميت، ليفر، برنجال. طبعاً هذه كلها الأغذية اللي بتحتوي على الحديد. رابع مرض معانا اللي هو الجويتر، اللي هو تضخم الغدة الدرقية، وأسبابه نقص الأيودين، وأعراضه swelling of the thyroid gland present near the neck region، يعني بيصير تضخم في الغدة اللي موجودة في العنق، وبيصير انتفاخ في العنق. واللي بيعوض الايودين الفيش والسي فود والايودايزد سولت. هذا كلها أغذية مهمة لتعويض الايودين في الجسم. خامس مرض معانا improper development of bones and teeth، اللي هو سوء نمو العظام والأسنان، وسببه بيكون نقص في كالسيوم and phosphorus، نقص في الكالسيوم والفوسفور. وأعراضه the bones and teeth become weak and brittle، بيصير في ضعف في العظم والأسنان. وبنعوض الكالسيوم والفوسفوريوس من milk, green leafy vegetables, meat, fish, pulses والnuts. سادس مرض معانا، وما بننسى انه احنا بنتكلم قاعدين عن الأمراض اللي بيكون سببها نقص عنصر من العناصر الغذائية في الجسم. سادس واحد معانا اللي هو النايت بلايندنس، اللي هو العمى الليلي، وبيكون سببه نقص فيتامين A، وأعراضه a person cannot see in dim light، يعني الشخص ما بيقدر يشوف في الإضاءة المنخفضة. وطبعا اللي بيعوض فيتامين A كاروت، سبينتش، ميلك، بابايا، eggs، green leafy vegetables، مانجو، باتر، فيش، وطبعا ميلك هون ذاكرينها مرة تانية. المرض السابع معنا هون اللي هو بيربري، اللي هو البيري بيري باللغة العربية. سبب نقصه هو فيتامين B، وأعراضه skin becomes dry and scaly, extreme weakness affect the nerve system and muscles، يعني بيصير الجلد جاف ومتقشر، وبيأثر الضعف الشديد على الجهاز العصبي والعضلات. واللي بيعوض فيتامين B milk, eggs, meat, unpolished rice, green leafy vegetables والcereals. المرض الثامن معانا سكارفي، واللي هو بالعربي الإسقربوط، هو سببه نقص في فيتامين سي، وأعراضه swelling and bleeding of gums، بيصير انتفاخ ونزيف من اللثة. والأغذية اللي بتعوضه أملة، tomatoes and citrus fruits like lemon and orange، اللي هي الفواكه الحمضية. آخر واحد رقم 9 اللي هو الريكتس، اللي هو بالعربي الكساح. طبعا سببه هو نقص في فيتامين دي، فيتامين دي deficiency. والأعراض symptoms bow legs, bent legs, bending of the spine, softening of bones، بيصير في تقوس في الجزء السفلي من الساقين. واللي بيعوض فيتامين دي milk, fish, eggs and sunlight. Some non-communicable diseases are caused by bad habits like smoking and drinking alcohol. يعني بتنتج بعض الأمراض الغير معدية عن عادات سيئة مثل التدخين وشرب الكحول. Smoking is a major cause of diseases of lungs and heart. التدخين هو سبب رئيسي لأمراض الرئتين والقلب. Communicable diseases، الأمراض المعدية. The diseases that spread from one person to another are called communicable or infectious diseases. الأمراض المعدية هي اللي بتنتشر من شخص لآخر. These diseases are caused by microorganisms are called germs. تحدث هاي الأمراض بسبب كائنات دقيقة تسمى الجراثيم. The microorganisms like bacteria, viruses and fungi are present everywhere in air, water or food. تتواجد البكتيريا والفيروسات والفطريات في كل مكان، في الهواء والماء والطعام. They can enter our body through various means and cause diseases. يمكنها دخول أجسامنا بطرق مختلفة وبتسبب لنا الأمراض. Some of the communicable diseases caused by the microorganisms are as follows. بعض الأمراض اللي بتسببها هذه الجراثيم مذكورة في الجدول اللي حنشوفه هلا. أول واحد الأمراض اللي بتسببها البكتيريا، أول مايكرو أورجانيزمز معنا هو البكتيريا، بيسبب كوليرا، فينومينا، توبركلوسيس، تايفويد،
فلاجو مينينجتس اللي هم الكوليرا والتهاب الرئوي والسل والتيفوئيد والطاعون والتهاب السحايا. تاني واحد معنا هي الفيروسز كمايكرو أورجانيزم فيروسز بتسبب الأمراض common cold, flu, polio, chicken pox, measles والايدز. بتسبب طبعا نزلات البرد والانفلونزا وشلل الأطفال وجدري الماء والحصبة والايدز. ثالث واحدة معنا بروتوزوا اللي هي الكائنات الأولية وبتسبب الملاريا والزحار. رح نوقف هذا الجزء لهون وبنكمل معاكم بإذن الله في الجزء القادم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.